سلامات شباب، اليوم في عنا مهمة صعبة كثير، لأنه حسب ما حكيته عشان أوصل الوايت بالاس لازم أجمع تبع الأحلام دريم أسنس أظن اسمه، وعشان أجمع أكبر كمية ممكنة منه لازم أقاتل البوسز في الأحلام. أول إشي بس لازم أتخلص من كل المصاري المعي، وأتوقع لازم أروح على ديرت ماوث عشان أسوي هيك. 1005 دام قريب كثير منه. لسه مطول. تعرف بشتري تاعت الفيسل وخلص، بشتري تعرف بجيب هذه، بعرف ايش هذا بس بجيبه. هذا تاع منطقة الارواح، بكره هذيك المنطقة. لحظة، في اشي انا ما شفته فوق. وات glowing womb. هسه هانا غلبت هذا، مش لازم اضربه هيك؟ شو لازم اسوي؟ سمع صوت. هذا هو اللي غلبته. اوكي شباب بكفي. انا لازم اضرب، اوكي شكل لازم اضرب هذا. بس خليني اجيب البنش اول شيء. طريق البنش مسكرة، اقرب بنش بعيد كثير عنه. اوكي اذا ان شاء الله يكون قتال سهل. لحظة، اوكي اذا هذا هو عالم الاحلام. اوكي اذا نفس الارينا. وينه؟ واو 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 ريلاكس. اوكي بدمج اثنين. اوكي برس من جنبه، الله اكبر. برو ما وات ما قدرت اسوي اشي. على الاقل الريسبون قريب، هذا المهم. مشكلة هالاشياء. هالاشياء اللي بتنزل، هذه المشكلة. الاشياء اللي بتنزل من الهواء بدونها عادي اظن. هذا الاشي مستحيل. هذا وات هو في احلامه قوي لهي الدرجة؟ ما كنتش قوي لهالدرجة برو، انت متخيل حالك اشي كثير. هيل شو قاعد بسوي؟ هسه رح يسوي هذي، يب. هسه هذي يب. اوكي هذي ما تعلمتهاش منيح. لحظة، هسه لاحظت باخدش اي اشي من ضربه. ليه؟ بقدر اسوي هيك؟ بقدر. اوكي. متذكر هاي اللقطة. مسعود بليز لا اللعبة يا الله. اوكي بتعرف على الاقل بقدر اغير الاشياء هسه وشيل هاي، حط كل الهيلينج. اوكي هيك احسن، بس بنركز على الدمج ولا اشي ثاني. هاي بداية مثالية. اوكي هاي مش مثالية. يس اوكي يس هالمرة الثالثة الأخيرة صح؟ لا كم مرة؟ غلبتك. I'm the strongest. Piece of shit. موت. Yes. Nice. خلاص؟ هيك. كنت بدي اياها القوة عشان احمي الثانيين. كان بده القوة يحمي الناس الثانيين. كدي باخذ من هذا؟ 300. كل هذا العذاب عشان 300. اوكي هاي واحد منهم، على اللي بعده.
أول إشي راح أروح على المشعوذة أعرف شو بتعطيني. ها؟ شو كان بصير؟ اتطور خلاص؟ دريم جيت وات لحظة أعطتني حركة جديدة؟ إشي زي هيك؟ هذه هي دريم جيت، وإذا سويت هيك لحظة تليبورت؟ وين ما بدي؟ هذا الاشي خرافي، بقدر احط واحدة من هذولا عند الستاج وبصير اقدر اروح عليه وين ما بدي. يعني بحطها هان وبقدر اجي هان على الستاج وين ما بدي، هذا اشي خرافي. هي الاحلام عليك. اوكي جاهزين لك كمان حفلة من العذاب؟ انا جاهز. تمام. اوكي مش مبين، صعب. مشكلة بس الأشباح هاي هي المزعجة. اوكي يعني سويت له نوك 3 مرات ومع ذلك ما مات. لازم اركز اظن اغلب اشي على الاشباح اللي بتطير حوالي، اصير اضرب هيك في كل مرة ومرة عشان ابعدهم. بس مش مبين صعب بالمرة صراحة، وبنقص 2 بنقص بس واحدة. برو سويت له نوك 5 مرات، 5 مرات سويت له نوك. اوكي بجوز لازم استعمل السحر اكثر. هسا اكتشفت السحر مفيد كثير، من بعيد بقدر اضرب بكل بساطة بس بالسحر. صحيح الدمج اقل بس مش مشكلة. وات؟ اخيرا. اوكي السحر ما حكيتش ولا حرف خلال كل القتال. هسه رح يمدلك ايده. اظن هذا واحد من اخوانك او قرايبك تعرف. اوكي بس الطريقة الصح كان انك تضرب من بعيد باستعمال السحر، هذا بيساعدك. بس طلع عليها هسه اقدر احكي معه. بس نزل لي بيحكيش اشي. اوكي كمان 300 400. وهسه بقدر اسوي هيك هسه وبرجع بكل بساطة. هالاشي خرافي، هالاشي خرافي كثير. وات؟ ما اعطت. اوكي اعطتني اشي اركين ايج، هاي غالية. اوكي بدها 1500. انا قريب كثير على فكرة من 1500. مش كان هنا في عدة زي اشباح ما بقدر اقتلهم هم هنا. وات؟ واو تشت، هذا بضرب فيا قاعد. وات؟ اوكي بس بدي. اوكي مش سامح لي اقتل اصحابه. ليش؟ اوكي دام شو المشكلة برو؟ انا بس قاعد بنقذهم. اوكي شت خلاص ماتوا صح؟ وات في كمان؟ برود داش ماستر خرافية صراحة. بس خلص وانت الأخير لا؟ يا اوكي ضل 6. في واحد عند السيتي اوف تيرز. اوكي نايس. اها هيك نايس 1500 اظن هيك جاهز. نايس جهزت.
قناع. أوكي لحظة، بدي أنا أجيب 1800. يعني بكل بساطة لازم أكاتل الباص الضايل، بس ما كنتش نفسي أكاتله لأني بحبوش. تعرف ما بدي أكاتله هسا، بس بدي أسوي إشي على السريع. أظن 2400 بكفي. بس لحظة، هسا أجا في بالي، مش في برضو باص هنا بقدر أكاتل الأحلام تاعه؟ ما بعرف صراحة، بفضل أكاتل هذا على إني أقاتل تاع الأرواح إذا في قتال لهذا، ما بعرف. على كل، بدي أوصل لحد ديرت ماوث عشان بدي أشتري الأقنعة الموجودة، عشان هيك دفعت شوية مصاري أو بعت شوية تماثيل. بدي هذا وبدي اللي تحته، ضايل بس واحدة على هذا وثنتين على هذاك. ضل بس عندك هاي برو، أشتريها وخلص. شكلي بشتريها في المستقبل. أوكي رح نقعد هان نريح عند صاحبنا. هيك صارت هذا المقطع، شكرا عجبكم حطوا لايك وشير سبسكرايب. أظن المقطع الجاي لازم أغلب واحد من تعون الأحلام وبصير معي 1800 عشان أقدر أدخل الوايت بالاس أخيرا. القتال كان صعب شوي ضد تعون الأحلام، هم أصعب شوي، بس صراحة يعني استمتعت وأنا واجه فيهم. إذا بتحب تعلم ما تقدر تسوي انتماء على القناة، ولا تنسوا تستعملوا كود مايوفو على موقعنا عشان تحصل على خصم مرتب. ويا بشوف المقطع الجاي، السلام عليكم.